السلام عليكم أيتها السيدات الكريمات، أيها السادة الكرام والأخوة والأخوات، كيف هي أحوالكم؟ أرجو أن تكونوا بصحة وعافية وبخير وفي أحسن حال. مرحبا بكم في قناتكم عروض واختيارات. موعدكم اليوم مع عروض محلة بيم الخاص بيوم الثلاثاء 28 أبريل 2020، أرجو أن تنال إعجابكم. المرجو من الأخوة والأخوات الكرام الالتزام بالحجر الصحي بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى من أجل اقتناء الضروريات الغذائية والاحتياجات الأساسية، ويجب خروج فرد واحد من الأسرة مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة المتمثلة في ارتداء الكمامة الوقائية، عدم الذهاب إلى المتاجر ومراكز التسوق في أوقات الضرورة والازدحام، احترام مسافة الأمان بينك وبين غيرك لا تقل عن متر واحد من كافة الجهات، إعداد قائمة بالمشتريات لتقليل التواجد في السوق والمتجر، العمل بكافة التعليمات والنصائح التي يقدمها المسؤولون من أجل السلامة الصحية. أرجو من السيدات الكريمات والسادة الكرام والإخوة والأخوات الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة على الجميع وإضافة تعليق، هدفنا إيصال المعلومة للجميع. شكرا لكم. كل الشكر والتقدير على تعليقاتكم النيرة واستفساراتكم وتساؤلاتكم وإجاباتكم التي تساهم في الإفادة والاستفادة، جزاكم الله خيرا.
عروض اليوم هي عروض محلة بيم الخاصة بيوم الثلاثاء 28 أبريل 2020. أرجو من السيدات الكريمات والسادة الكرام والإخوة والأخوات الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة على الجميع وإضافة تعليق، هدفنا إيصال المعلومة للجميع. شكرا لكم. المرجو من الإخوة والأخوات الكرام الالتزام بالحجر الصحي بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى من أجل اقتناء الضروريات الغذائية والاحتياجات الأساسية، ويجب خروج فرد واحد من الأسرة مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة المتمثلة في ارتداء الكمامة الوقائية، عدم الذهاب إلى المتاجر ومراكز التسوق في أوقات الضرورة والازدحام، احترام مسافة الأمان بينك وبين غيرك لا تقل عن متر واحد من كافة الجهات، إعداد قائمة بالمشتريات لتقليل التواجد في السوق والمتجر، العمل بكافة التعليمات والنصائح التي يقدمها المسؤولون من أجل السلامة الصحية. كل الشكر والتقدير على تعليقاتكم النيرة واستفساراتكم وتساؤلاتكم وإجاباتكم التي تساهم في الإفادة والاستفادة، جزاكم الله خيرا.
للتوصل بكل جديد. لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس وجيم للفيديو وإضافة تعليق. دعمكم استمرار لنا. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. المرجو من الإخوة والأخوات عدم الخروج إلا للضرورة القصوى والالتزام بالحجر الصحي في المنزل. جزاكم الله خيرا. اللهم الطف بنا وارحمنا وابعد عنا البلاء وعن البشرية أجمعين.